السلام عليكم خويا محمد. وعليكم السلام سي عصام. اش هاد الخير هذا؟ اليوم اخويا جا الجديد عاوتاني كما ديما. مرحبا. نبداو اخويا بهذا لانتيركوم هذا. اييه. هذا لانتيركوم جاز جديد. فيه كيتكونيكتا مع اربعه ديال لي كاسك اخرين. فيه ام بي 3 جي بي اس كيتكونيكتا مع التليفون بلوتوث. او الماء حتى هو ما كيدير ليه والو. نحاولوا نحلوا هاد الكريطينه هادي. بسم الله. انا خويا هذا هو لانتيركوم اللي جا جديد. وهذا كيجي معاه كابل ديال الميكرو شارجور كتيب او الميكرو. لافونتاج اللي تزاد فيه هو الميكرو كيتفيكسا. داري لهاد اللعيبه باش كيتفيكسا. هنا وهذا من بعد ان شاء الله غنديروا فيديو على كل انتركم كيفاش كيخدم مفصل كيفاش كيخدم إيه؟ باش الناس يعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديال لي زانتركم كاملين إيه؟ واشنو فيهم واشنو زايد فيهم. المهم إيه؟ لومبالاج ديالو هو هذا. إيه؟ اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك. الثمن إيه؟ ديال هذا شحال؟ 449 درهم. عاود 149 درهم. الله يبارك. مرحبا بالجميع. وجا هذا الانتركم حتى هو إيه؟ تي كوم اي سي. إيه؟ شي حاجه زوينه. هذا فيه ليكرون نحلوه حتى هو. وهذا لانتيركوم ديالنا فيه ايكرون كتافيشي لك الراديو كتافيشي لك كلشي شنو كاين زياده ونقصان لي سوش ديالهم. هادو جا بالميكرو كيخدم الناس اللي عندهم لي كاسك موديلابل. ميكرو كيلصق في الكاسك ماشي كيبقى خارج للوجه. والسيبورات ديالو صافي سيبوره سيبو باش كتزير. وهذا لي زافونتاج اللي فيه حتى هو كيتكونيكتا مع ثلاثه والفوق. فيه الراديو فيه البلوتوث لي زابيل الباتري فيه مزيان واتر ريزيست. لي كاسك كي من 500 حتى 1000 متر كيشدوا بعضياتهم على حساب الجو كي داير وعلى حساب سميتو. بالنسبه للميكرو فيه زايد فيه ادفانسد في الميكرو شي حاجه مزيانه في الميكرو ديالو. او الفيتاس كيوصل حتى 180 كيلومتر في الساعه وكتسمع ما كاينش المشكل. الفوليوم حتى هو فيه كيتزاد مزيان. هادشي اللي كاين في هاد لانتيركوم هذا بالثمن ديالو شحال؟ 449 درهم. حتى هو 449 درهم. بارك الله. وجات هاد لامارك حتى هي اليوم غير ديال لي زانتيركوم ان شاء الله الجديد. هاد الماركه هادي هذا هو لومبالاج ديالها. حل نشوفو. انا خويا كتيب كيما ديما. هذا هو الديزاين ديال لانتيركوم. وهذا في تيب سي. ايه شارجور تيب سي شارجا. تيب سي شي حاجه جديده اللهم بارك. هذا هو الميكرو ديالو كيلصق بوحدو لي زيات بوحدهم. الثمن ديالو شحال؟ 500 درهم. تبارك الله. الثمن ديالو 500 درهم لا غلا على مسكين. وجا اخياس احسن انتيركوم دوزناه صراحه ديجا في الفي 6 جا عاوتاني نيت. هذا سوبر في 6 جا على هذا الشكل. هذا شكل جديد. الميزه اللي تزادت فيه هي هذه. كانوا الناس سولوا عليها صراحه بزاف في الفي 6 برو. هذه كتركب في الكيدون وتقدر تحكم في لانتيركوم من الكيدون. يعني ماشي ضروري تحكم في الكاسك من الكيدون كتحكم في الكاسك. شي حاجه ناضيه بزاف. او الزياد ديالو ضروري كابل كما ديما ضروري. المهم هذا تزاد فيه هذا لافير هذه شي حاجه ناضيه. الثمن ديالو 600 درهم. ثمن 600 درهم ثمن جد مناسب. وجا هذا في نيت فون في الفي 6 هو. وهذا حتى هو فيه 6 ديال لي رايدر كيتكونيكتاو مع بعضياتهم. ان شاء الله كاع هاد لي زانتيركوم هادو غادي نديرو ليهم فيديو اخر. كل واحد غادي نديرو ليه فيديو كيشرح اشنو فيه واشنو كيخدم وكيفاش كيركب. كل واحد ان شاء الله غادي نديرو ليه الفيديو ديالو بوحدو. هذا الثمن ديالو 399 درهم. 399 درهم.
هذا الفي 6 برو هو اللي كان ديجا عندنا في 6 برو. نعاودو ندوزو حتى هو. وهذا يجي فيه كتيب ازليات المسائل. الشكل ديالو هو هذا. بالنسبه للناس اللي ديجا خداو عندنا راه عارفينو شي حاجه مزيانه. الثمن باقي هو هو 399 درهم. والمبراج ديالو هو هذا 399 درهم. غندوزو الجديد جديد الجو برو. شي حاجه حليه حليه مليح ضروري اخويا عصام الله يرضى. انا اخويا ها هي البياسه. شي حاجه ناضيه اللهم بارك. كاش البطاري بالكاش ديالها بكلشي ديالها يا هذيك. تبارك الله اللهم بارك. هذه كروستور مع لي زاكسسوار ديالها. ايه جبد نشوفو ضروري. كيجي مع كاس سكر. كيجي مع تيليكوموند ديالها باش كتحكم عنها عن بعد. ميكرو بالنسبه للناس ديال الفلوغات. ميكرو تاهو معاها. جوج ديال الباتريات. سيبورا كابل ديال الشارج في 8. سيبورا فرع على حسب الكاسك اللي عندك اولا الكيدون اولا فاش بغيتي تلصقها. هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يلصقوها غير في سميتو غير في شي حاجه بحال هكا. هذه الصمطه ديالها باش كتشد في ليك. كاين هذه تاهي ديال الكاسك. تبارك الله سبعانا اكسسوار موجود الخير. هذه تاهي زياده على ذلك سيبورا اخرى. السيبورا هذه كيستعملوها الناس اللي كيحطوها في الدار اولا في السيبورا العاديه عندنا الفلتاج هنا. سيبورا اخرى ديال الكاسك عاوتاني. سميطات اخرين سميطات عاديين. هذه ديال الكيدون اللي بغى يلصقها في الكيدون اولا في شي جعبه. ومع هاد السكراتشات هادو ومع الزيف باش تمسحها. الثمن الثمن اخويا عصام الثمن شنو في المغرب كما ديما كديما. كما ديما هاد الثمنات هادو دخلوا السيتات ديال الشينوا غادي تلقاو بهاد الثمنات هادو اللي كنعطيوكم في المغرب وقل اكثر. اللي هو الثمن ديالها 499 درهم. تبارك 499 درهم لا غلا على مسكين. شي حاجه مليحه. نزيدو لهادي. هادي 1080 ماشي 4K. هادي 4K حلوها حتى هي. نرجع على هاد الشكل هذا. تيليكوموند تيليكوموند ديالها. هادي هي الكاميرا ديالنا. هي هادي بالكاش ديالها. كلشي كيجي بالكاش ديالو. نسخات هادي هاهي هادي الكاميرا. شي حاجة مليحة. 4K قلتي ياك. 4K هادي 4K بالنسبة لسميتو. فيها الواي فاي. فيها الميكرو 20 ميجا بيكسل 60 اف بي اس 4K و ريموت كنترول هاهي. و الزوم تاهي خدامة فيها. فيها تل 1350 ملي امبير في لي باتري. فيها جوج باتريات واحد سكور وواحد اللي كيخدم عادي كتخلي عندك كتخدم به. وبالنسبه للكارت ميموار كتشد حتى 128 جيجا. الناس ديال الفلوغات راه خدامه اليوم هذه مخيره. في الفوركا كتشد 60 اف بي اس يعني شي حاجه مليحه. والثمن الثمن اخويا عصام راك عارف لي زاكسسوار كلهم راه فيهم لي زاكسسوار نفس لي زاكسسوار اللي كيجيو معاهم كاملين. الثمن ديالها الثمن شحال الثمن؟ 899 درهم فقط. الله يبارك. 899 درهم فقط. الله يبارك. غالي ما بغاش يدير الفلوغات اخويا عصام. وجات هاد لامارك هادي اس اس
جي كام هي هذه كاميرا تاهي زوينه ما بيهاش تاهي بالكاش ديالها كلشي ليها تاهي بالكاش ديالها ضروري 1080 بي فول اتش دي 30 اف بي اس ماشي 4K هذه الاولى تقريبا دوز ميجا بيكسل شي حاجه مزيانه المهم على العموم الثمن ديالها 499 درهم 499 درهم في سايكونت هذه اكاسو شي حاجه مخيره 60 اف بي اس 4K 60 اف بي اس 4K شي حاجه مخيره تاكسيل فيها 20 ميجا بيكسل فيها 4K 1080 تاهي الواي فاي واتر بروف 2 فيها الاي 3 اف تي هي هذه الكاميرا ديالنا هذه راه كتوصل في حتى 120 اف بي اس 1080 وفي الفوركا 60 اف بي اس يعني راه شي حاجه طوب في الكاميرا صراحه هيا نضا تبارك الله مليح فيها هي جوج باتريات غير الكاش صراحه هذه ويفي كلشي فيها خدامه تاكسيل كلشي فيها ناضي فيها كتشارجا بالفي وي 2 كتشارجا بالتيب سي شي حاجه مليحه ثمن اخويا عصام قول ثمن اخويا 1400 درهم تبارك الله 1400 درهم تبارك الله وري عاوتاني وري انا اخويا الله يبارك ولكن هذه راه الطوب ديال الطوب كاليتي جات هذه تا هي فيها 4K تا هي فيها الميكرو واي فاي 20 ميجا بيكسل مع التليكوموند ديالها شي حاجه مخيره فيها جوج باتريات 1200 ملي امبير بالنسبه ل لا كارت ميموار كتشد حتى 128 جيجا شي حاجه مخيره ديال التليكوموند ديالها هذه هي الكاميرا ديالنا تقريبا هذه هي اللي تبعها هذه فهاد سميتو هذه هي اللي تبعها هذه في لاكام شي حاجه تاهي زوينه بزاف من ناحيه الصبر ما نهضروش عليه لا داك الشيء يكون هاني كارونطي المعلم هي هذه لاكام ديالنا فيها تاهي كتشارجا في 8 وفي 3 وفيها بلاصه الميكرو مع الميكرو ديالها شي حاجه مخيره هي هذه دابا الامبالاج ديالها لي زاكسسوار كاملين راه معاها الثمن شحال الثمن شحال 990 درهم 990 درهم تبارك الله لا غندوزو لهاد لا مارك هادي سبور مهلي ليا في الناس ديال السبور ضروري 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 هي هادي كتجي بحال هكا ومع لي زاكسسوار ديالها ديال الكاميرا حتى هي بالكاش ديالها ضروري الكاش اخويا عصام ضروري ضروري كاش الكاش ما كاين والو هي هادي الكاميرا في مونت شي حاجه زوينه ماشي 4K فيها جوج انش في ليكرو ديالها الثمن ديالها شحال غتقول الثمن اخويا عصام شينوي الثمن ديال الشينوا الثمن ديال الشينوا خرج 300 درهم 300 درهم 300 درهم خلي لي وحده انا بعدا يا خويا موجود اخويا عصام 300 درهم شي حاجه باش يخدم اي واحد مليح كاين هادي بيوكا 1080 فول اتش دي هي هادي الكاميرا ديالنا هي بالكاش ديالها راه غير الكاش كيدير 300 درهم هي هذه اخويا الجو برو ديالنا الثمن ديالها 300 درهم حتى هي 300 درهم جمع ليا هما ولاو عندي جوج مرحبا
لا غلا على مسكين. مرحبا بالجميع. هذا الشيء كامل اللي دوزناه اليوم، كل حاجه ان شاء الله غنديروا لها فيديو ديالها اللي غادي نشرحوا فيه اشنو فيها وكيفاش كتخدم الى اخره. مرحبا بالجميع، كما ديما تمن الشنو في المغرب. مرحبا بكم عند طاطا سيكو.